سلام، ازاي حضرتك؟ تمام؟ اهلا بحضرتك. أهلاً. حضرتك دكتور هنا في دكتور مينا اللي هو المسؤول عن مؤسسة مصر برمارة الرعاية الصحية اللي هي خاضعة لخدمة أم ببرقام في أوبرشيت نجاح حمد. سيد الكلو. ايوه. المكان المفروض داخل. هو مؤسس على 12 مكنة غسيل كلى. طبعا هو بداية الترخيص هتبقى 5 مكنات. احنا الحمد لله اسسنا المكان وفرشناه من السرير الطبية ومن كل حاجة. جبنا مكانتين ده عن طريق التبرعات، يتبقى لنا 3 مكانات. احنا محتاجين تبرعات علشان نكمل ال5 مكانات اللي هم بداية الترخيص. الترخيص ما بيبدأش يديني رخصة الا لما يلاقي 3 مكانات راكبين وشغالين في المكان. هو حضرتك احنا جمعية نبني الحب والامل، انا اسمي يوسف عبد القدوس. اهلا وسهلا. وان شاء الله باذن الله احنا يوم الاثنين هندفع في مصر 8 مكنة من المكن، يبقى عندك 3 وربنا يسهل لكم بالاثنين التانيين وتقدروا تشتغلوا. ربنا يعوضكم خير ويعوض كل واحد بيحط اي حاجه في المكان اللي محتاجاه نجاح حمد. شكرا والف شكر دكتور. المسيح معاك. وده برضه لازم اقول ان المكان وتشجيع المكان والبركه بتاعت المكان كلها تحت رعاية نفط الأنبا برولوس أسقف نجاح حمد. بشكر حضرتك جدا جدا، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة الغطاس.